والمجموعة الثالثة اخترنا أن نقدم آراءنا أمام لجان التحكيم من دون أوراق. عملت وكددت وجهدت مهندسا لبيبا، عشت كخلوقي، وحين هرمت قوبلت بالعقوق. الحكيم محمد. من قراءاتي السابقة أتزود، ووسط عزلتي المفروضة بدت أتعبد. لا غير البر والعرفان أود، بيد أني بالجحود بدت أتعود. الحكيمة شيخة. مسحة الحزن أصبغت على وجوههم المهيبة، ذلك المنظر الجميل الذي علمنا، بحيث أنهم نطقوا كلام اللؤلؤة، علمنا معنى الحياة حقا. إلى جانب الفخر بجهود العاملين الذين صبوا اهتمامهم لأجل رد الجميل لأهله، حاول أن يسد ثغرة غياب الابن البار والدفء العائلي. انفطر قلبي، انعقد لساني، ولكنني ابتسمت في وجوههم لكي أخفف همهم. لو سقلنا أخلاقنا لأبهرنا العالم. عبارة خرجت من فيه مسن متقن لسبع لغات. رباه فارفع قدرهم واغفر لهم، إني صحبت الأنثى منذ عرفتهم. شكرا لكم. وبين الوجع وبين الحكمة، نوعتم في أسلوب التقديم والسرد بين بلاغة الصمت وفن البانتومايم. عرض جميل ومختلف، مختلف جماله في اختلافه. مزنة، أنت مشروع ممثلة ناجحة، مسرحية ممتازة يعني. شكرا لكم على هذه المحاولة، نرجو لكم التوفيق. استمتعنا معكم. إلى اللقاء. ونحن أيضا استمتعنا معكم. شكرا. جميل، يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية التحدي الأول. الحمد لله، أدينا أفضل ما عندنا. شوف هنا، شوف كاتبة الكلام. طبعا هي امتسحت، لكن لله الحمد تمكنت من استحضارها، ولله الحمد.